بجد التحيه لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي، للكابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي اللي بنبارك له مجهود كبير جدا بذل الحقيقه من اللاعبين ومن الجهاز الفني. يمكن كابتن خالد سبق البعثه وقبليه كابتن سمير عدلي عشان النجاح يكون بهذا الشكل. مبروك يا كابتن خالد، فوز كان مهم جدا، التحضير للمباراه في وقت كان قليل جدا بالنسبه للمستوى الفني، المستوى الاداري الحقيقه نجحتوا فيه بشكل كبير. حابب تقول ايه النهارده على فوز مهم على نادي الزمالك في بطوله كاس مصر هنا في المملكه العربيه السعوديه؟ الحمد لله رب العالمين، طبعا ببارك لكل منظومة النادي الأهلي على المكسب النهارده وعلى البطولة، واحنا اشتغلناه واحنا بقالنا فترة مطحونين في الماتشات يعني، فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب النهارده ماتش ببطولة مهمة جدا بالنسبة لنا في مشوارنا اللي احنا ماشيين فيه، والحمد لله. وطبعا انا صوتي معلش صوتي رايح شويه من كتر الزعيق والكلام ده، بس الحمد لله على المكسب، ومبروك طبعا لجمهور النادي الأهلي يستاهل كل خير ورانا في كل مكان. يا اكرم يا اكرم، عايز اسجل اللقاء. طيب ماشي، بس فالحمد لله مبروك لجمهور النادي الاهلي. احساس كابتن خالد ايه والجمهور كله اول ما انت نزلت بيبو تعالى يا بيبو، فكرتك بيه يا كابتن خالد؟ الحمد لله طول عمري انا بتدلع من جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي انا شبعت دلع منه وطول عمره هو بيسندني وانا في الملعب، وانا الاسم ده ما اتعملش الا من خلال جمهور النادي الاهلي، فطول عمره هو السند نمره واحد بالنسبه لي، هو اللي واقف في ظهري وكان بيقف في ظهرك في اوقات الصعبه اكتر من الاوقات اللي انت كويس فيها. فانا مهما اتكلم ومهما اقول اي حاجه جمهور النادي الاهلي ده انا خدت منه حاجات كتير جدا 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 جدا، وانا ما بدوش حاجه يعني، انا كل اللي انا عملته ده ولا حاجه من اللي انا خدته من جمهور النادي الاهلي، فجمهور يستحق كل خير. وبقول للعيبه النادي الاهلي انبسطوا بجمهور النادي الاهلي، انت في نعمه كبيره، نعمه كبيره يكون عندك اداره زي اداره النادي الاهلي وجمهور زي جمهور النادي الاهلي بيساندك وبيساعدك وبيوقفك على رجليك في وقت صعب جدا. احنا لولا الجمهور شد معانا في اخر لقاء، احنا فوق لعيبه ودخلهم في الجيم بشكل كويس جدا، وهو ده يعني انا بصراحة مهما احاول ان انا الاقي من كلام عشان اقول لجمهور النادي الاهلي مش هقدر اطلعه، بس انا اتدلعت كتير من جمهور النادي الاهلي وانبسطت بالدلع ده، وبقول للاعيبه النادي الاهلي اتدلعوا من جمهور النادي الاهلي وحاولوا ان انتوا تاخدوا كل حاجة كل حاجة من جمهور النادي الاهلي. رغم اللحظات الحلوه والفوز لكن دقائق بسيطه، هنحتفل كالعاده ولاعيبه النادي الاهلي هتحتفل وعندنا مرحله تحديات كبيره جدا يا كابتن خالد الفتره اللي جايه. اه طبعا احنا ده يعني ده العرف، احنا هنطلع طبعا النهارده على المطار على طول، وبعد كده بقى عندنا ماتش بقى كمان يومين، فالدنيا بتجري ورا بعض. حاضر يا حمزه، حاضر يا حمزه، حاضر. الدنيا بتجري طبعا ورانا، واحنا بنجري واحنا محصلينها مش هنوقف، وكل اللي هيجي في قصادنا في الفتره الجايه دي هنحاول ان احنا ناخده واحنا ماشيين في سكتنا. المكسب كان كويس، وبقول للعيبه كنت رجاله، انا عارف ان احنا كميه سفر رهيبه ورا بعض، ف بس بمنتهى الامانه عايز اشكر الرجاله. طبعا يعني بصراحه يعني احنا انا اتعودت وتربيت جوه النادي الاهلي ان احنا في كباتن فرقه وليهم دور كبير جدا، وهما طبعا لما ببقى في اي حاجه خاصه بالفرقه بالسفر بيبقى في حاجات في السفر بيبقى فيها امور صعبه جدا، كباتن الفرقه بيبقوا واقفين ومعايا وفي ظهري وبنساند بعض وبنظبط كل الامور، فانا بشكرهم على المجهود، وبالذات كمان سفريه غانا كانت صعبه وكان فيها حاجات كتيره صعبه جدا، انما كلنا كتفنا وان احنا وصلنا يعني بالسلام، يعني كان فيها حاجات كتير جدا مش عايز طبعا اقول تفاصيل، بس انا بشكرهم وبشكرهم النهارده طبعا لانه ليهم دور كبير جدا مع الفرقه يعني. شكرا، ربنا يخليك يا رب يخليك. كل الشكر والتقدير للكابتن خالد بيبو مدير الكره بيئه للنادي الاهلي. زي ما بنقول الفرحه مهمه جدا والفوز مهم جدا، بنبارك لكل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، بنبارك للاعبين للجمهور اداء اكثر من رائع، توقيت الهدف الحقيقه الاول كان مميز جدا، يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يستمر في سلسله الانتصارات، والنادي الاهلي كالعاده هنا ملك وهنا ايضا كمان يعني بطل كاس مصر هنا في المملكه العربيه السعوديه.